السلام عليكم ورحمة الله. موضوع فيديو اليوم التلفاز من نوع سامسونج 32 بوصة LED به مشكلة التلفاز فاصل تماما، لا لمبة لا صوت لا صورة ولا شيء. إذا اللي نكتشف تابعوا، هذا هو شكل التلفاز من الداخل، وأول شيء نقوم به في مثل هكذا أعطال هو التوجه للباور سبلاي وفحصه، لأن الباور سبلاي هو المزود الطاقة الرئيسي للتلفزيون. بما أن التلفاز فاصل تماما، أول شيء ننتبه له هو الباور سبلاي. ونظريا يظهر لي على أن التلفاز أو هذا الباور هذه بها أثر للرطوبة، كمثلا هذا الأبتو كابلر هذا بأثر للصدى هنا. أيضا لاحظوا هاد الاثنان من جنب، لاحظوا الصدى. عموما الآن سأقوم بفحص هذا الفيوز هذا، نشوف. إذا نأخذ جهاز الفحص مالتي متر، نفحص الفيوز. إذا كما تلاحظوا الفيوز فهو فاصل محترق. بالتأكيد هناك سبب، لأن الفيوز عادة لا يحترق من تلقاء نفسه، يحترق لوجود سبب. أيضا ركزوا على هذا الصدى هذا، أعتقد هذا الصدى أو هذا الرطوبة المتراكمة هي السبب في هذا المشكل. لاحظوا عموما هذا هو المكتف الرئيسي. سوف نفحص على وضع الجرس، نشوف. لاحظوا موجود قصر، اذا هذا القصر هذا هو سبب احتراق الفيوز. الان ساقوم بازالة الباور سبلاي من مكانها ونشوف يعني مدى الضرر الذي بها. تابعوا، اذا لاحظوا هذوما ارجل المصفت كلهم قصر، لاحظوا أثر الرطوبة. وأيضا شيء الآي سي المدبدب، لاحظوا الرطوبة هنا وهنا. المفروض هذا الآي سي هذا يكون محمي بمادة سيليكونية أو شيء. عموما حتى أنه توجد هنا جثة حشرة. نقوم بالتقريب عليها، نشوف. أعمل عليها زوم. أعتقد هذه نملة، هذه عبارة عن نملة. هذه عموما الآن ما سأقوم به هو إزالة المصفت ونشوف. أعتقد حتى الآي سي المدبدب سوف يكون يعني مضروب، احتمال كبير. إذا لقد تمت إزالة المصفت وهو سبب القصر، ولاحظوا الآي سي المدبدب حتى هو بالتأكيد لقد تلف، بحيث إذا فحصت مع الأرضي على وضع المقاومات هنا، هذا هو خرج الموجة للآي سي. لاحظوا لو تتبعناه سوف نجده متصل مع بوابة المصفت. إذا لو فحصنا هنا في خارج الموجة، لاحظوا 82 أوم، وهذه قيمة مقاومة صغيرة، أو لا يجب أن يكون هذا قيمة المقاومة في خارج موجة الآي سي المدبدب. إذا حتى هذا الآي سي هذا تلف. إذا بعد هذا الضرر اللاحق بالباور سبلاي، الآي سي المدبدب يعني تلف والمصفت إلى آخره، وبالتالي سأقوم بتركيب هذا الموديول هذا. سوف يشتغل مع هذا الباور سبلاي بشكل ممتاز. هذا الباور سبلاي تحتوي على محول واحد فقط هو المسؤول عن الجهود، وهذه الجهود التي يعني يخرج هذا المحول. الجهود تقريبا كلها يعني بتيار منخفض، 5.3 فولت لاحظوا، هذه 5.3 فولت 1.2 امبير، 13 فولت 1.5 امبير. اذا هذا الباور سبلاي يعني تصنف من الفئه يعني الاقتصاديه، وبالتالي هذا الموديليتر او هذا الموديول سوف يشتغل بشكل ممتاز. اذا ساقوم بتركيبه، قبلها سازيل هذا الاي سي المدبدب هذا، وجب ازالته من اللوحه.
إذن أصدقائي تركيب هذا الموديول هذا فهو سهل. هذا السلك الأسود، السلك الأسود فهو مكان السورس للمصفط للباور سبلاي، الأحمر هو الدرين نلحمه هنا، الأخضر هذا هو لتغذية الآي سي المدبدب في هذا الموديليتر هذا، وهذا السلكان هادو هذا الأبيض الأبيض والأصفر فهما نركبهم يعني في جهة البارد ديال الباور سبلاي، هما لعملية الفيدباك نلحمهم مع الخرج الجهد 12 فولت أو 24 فولت، لأن هذا الموديليتر يعني هو جاهز الآن أو مضبوط من المصنع على 24 فولت. لكي نضبطها على 12 فولت نحول هذه المقاومات هذو، هذه نركبها هنا وهذه نزيلها ونركبها هنا. ولكن يوجد شيء علينا أن ننتبه له، يوجد بعض الباور سبلاي لا تخرج 12 فولت ولا تخرج 24 فولت، كمثلا هذا الباور سبلاي هذه لاحظوا تخرج 5.3 فولت و 13 فولت، 2 من الجهود. اذا هذا الموديليتر مضبوط على 12 فولت، لو ركبناها او ضبطناها على 12 فولت وركبناها في هذا الباور سبلاي سوف نحصل في الخرج على بدل 13 فولت نحصل على 12 فولت، بدل 5.3 فولت نحصل مثلا على 4.9 او 5 فولت فقط. وهاد 5.3 فولت، هاد 300 ملي فولت هذه لها تأثير، ايضا هاد 1 فولت الزائد عن 12 فولت فهو له تأثير، افهمتم؟ وبالتالي يوجد هناك تعديل وجب القيام به لكي نحتفظ على هاد الجهود يعني في الباور سبلاي، الباور سبلاي تخرج هاد الجهود كما هي، وبالتالي وجب علينا استعمال دائرة الفيدباك أو إبقاء دائرة الفيدباك الخاصة بهاد الباور سبلاي هذه، ودائرة الفيدباك هذه جاءت في جهة البارد، ها هي عبارة عن هذا المكون تي ال وبعض المقاومات وبطبيعة الحال أبتو كابلر. إذن هذه الدائرة هذه في الخرج لدائرة الفيدباك علينا الحفاظ عليها، بحيث لاحظوا هذا الموديليتر مدموج فيه دائرة الفيدباك، هذا هو المكون تي ال، بعض المقاومات، أبتو كابلر. أكرر، هذه دائرة الفيدباك مضبوطة على 24 فولت ويمكن ضبطها على 12 فولت، وكلتا هذه الجهدين غير موجود في هذا الباور سبلاي. إذن لكي نحافظ على هذا الجهد في الباور سبلاي مع تركيب هذا الموديول هذا، علينا إبقاء دائرة الفيدباك هي التي سوف نشغل ونستثني هذه الدائرة هذه المدموجة في هذا الموديوليتر. أتمنى أن يكون هذا الشيء واضح. إذن اختصارا للفيديو سوف أركب هذا الأسلاك وأرجع لكم أصدقائي. إذا لقد تم تركيب الأسلاك على هذا الشكل، الأسود هو السورس، الأحمر درين ومكان التقطيع، والأخضر لاحظوا هذا الأخضر هو خاص بتغذية الآي سي المدبدب، لاحظوا أوصلته مع هذا الدايود ومكتف، لاحظوا يوجد ملف داخل المحول مسؤول عن تغذية الآي سي المدبدب، نلحم معه السلك الأخضر على هذا الشكل في موجب المكتف على هذا الشكل. الآن بقي شيئان مهمان، الفيدباك وأيضا جهد البدء، مقاومة جهد البدء. علينا تركيب مقاومة من هنا نلحمها هنا مع هنا مع موجب المكتف الرئيسي، هذا هو. إذا نركب مقاومة جهد البدء من هنا إلى هنا، ومقاومات جهد البدء الآي سي المدبدب الأصلي للباور سبلاي لاحظوا هما ثلاث مقاومات. إذا هذه المقاومات مجموعهم مركبين يعني بشكل متوالي، متصلين بالتوالي، مجموعهم 74 كيلو أوم، وهذه قيمة مقاومة يعني صغيرة بالنسبة لجهد البدء. جهد البدء نستعمل 270 كيلو أوم في حدود يعني 470 كيلو أوم، يعني هذا ما استعمله.
يعني لمقاومة جهد البدء. وأيضا سوف نوصل دائرة الفيدباك وسوف أريكم يعني الطريقة. إذا أصدقائي تابعوا، إذا سأستعمل هذه المقاومة 180 كيلو أوم حتى هي تشتغل عادي. أخذتها من جهاز أو باور سبلاي، جهاز ريسيفر، حتى هي مركبة لجهد البدء. إلى هنا إذن على هذا الشكل. الآن سوف أنتقل إلى الفيدباك. إذن سأزيل هذا الأبتوكابلر، هذا سأقوم بإزالته. الأبتوكابلر المركب في الموديليتر سوف أقوم برفع جهة البارد، هذه هي الجهة المتصلة مع المكون TL، أقوم برفعه وألحم 2 من الأسلاك وأوصلهم مباشرة مكان الأبتوكابلر هذا بجهة البارد. إذا لاحظوا على هذا الشكل، وفي الموديليتر لاحظوا بهذه الطريقة نحافظ على دائرة الفيدباك الأصلية للباور سوبلاي، بحيث نحافظ على هذه الجهود، هذه قيم هذه الجهود. أتمنى أن يكون هذا الشيء هذا واضح. إذا لقد انتهيت الآن من تركيب جميع الأسلاك، بقى لي الآن هو التجريب. سوف نجرب إن شاء الله ويكون خير. تابعوا. نسيت شيء، الفيوز، وجب استبدال الفيوز هو أيضا. الآن بعد تركيب الفيوز سأجرب. ملحوظة، عندما نركب موديليتر على هذا الشكل، إن كانت الباور سبلاي يعني تنفصل عن اللوحة الأم، وجب عند التجريب يعني إزالة أو فصل اللوحة الأم عن المذربورد احتياط، ربما يعني يكون خرج الجهد أكبر أو شيء وبالتالي سوف نفقد اللوحة الأم. عموما الآن أعتقد كل شيء جيد، سأتوكل على الله وأوصل الكهرباء. وهذه أول تجربة أشاركها معكم أصدقائي بصدق، أول تجربة. إذن بسم الله سأوصل الكهرباء. إذن أوصلت الكهرباء، لم يحدث شيء، حتى الإضاءة الخلفية أعتقد المفروض في أجهزة سامسونج تشتعل في هذا الوضع، ولكن نشوف، نفحص في الخارج نشوف هل موجود خارج. إذن نشوف في هذه الديودات هذو، لاحظوا 13 فولت، يعني كما هو مكتوب. رأيتم عندما نحافظ على دائرة الفيدباك الأصلية للباور سبلاي. كذلك هنا شوف فيها الدايود، أنا 5.2 فولت. جيد، إذن جميع الجهود موجودة. بعض يعني بعض تلفزيونات سامسونج يعني عندما نفصلها على اللوحة الأم الباور سبلاي لا تكون في وضع أوبن، ربما هذا النوع هذا أو هذا الموديل مثل كما قلت لكم. إذن سوف أوصل الآن هذا الكونيكتر هذا على هذا الشكل، نوصل الكهرباء من جديد. لم تظهر الإضاءة، ولكن أعتقد التلفاز على وضع ستاند باي. إذن سوف أحاول تركيب الأزرار، هذا هما. إذن نفصل الكهرباء. الأزرار واللمبة يعني مع هذا الغطاء موجودين، وسوف نجرب. إذن نوصل الكهرباء. إذن لمبة ستاند باي الآن شغالة، هي بالأحمر، نضغط على زر التشغيل. لم يتحركها، تحركت الآن، ولكن ومضوها.
اذا واجهنا مشكل اخر اعتقد. كما رايتم الباور سبلاي تخرج جهود. صراحة الاجهزة التي تكون بها اثر للرطوبة تتوقع منها اي شيء، ولا سيما انني لاحظت شيء في هذا مكبر الصوت. لاحظوا اثر للرطوبة، لاحظوا مبلول من الاسفل، هذا ماء او شيء. هذا كالزيت، هذا دسم. عموما كما قلت لكم هاد التلفزيونات لاحظ لا تتوقع منها اي شيء. اذا سوف احاول يعني نشوف هذا المشكل الذي واجهنا وارجع لكم. اذا اصدقائي لاحظوا ماذا اكتشفت. اولا وجدت هنا واحد جامبر كان صادئ، استبدلته بواحد اخر كان غير موصل. ايضا لاحظوا هذا المسار، هذا لاحظوا على فكرة هذا هو الكونيكتر الخاص بالمين بورد. اذا لاحظوا المفروض هنا يعطي جرس، لاحظوا لا يعطي جرس، هنا جرس، اذا هنا مقطوع، لاحظوا غير موصل، هنا موصل ولكن هنا لا. اذا هذا مشكل. وايضا ايضا لاحظوا هذا المسار، لاحظوا المفروض هنا ان يعطي جرس اتصال، لا يعطي. ها رايتم هنا لا يعطي، هنا اذا منقطع هذا المسار من مكان ما اعتقد من هنا. عموما سوف نصلح هذا المشكل الذي واجهنا الان، سوف نوصل هذه المسارات هذه ونشوف. أتمنى أن لا يكون يعني ضرر آخر. إذا سأفحص من جديد. جيد، جيد. الآن سأقوم بالتجريب، إذا سأجرب من جديد. بسم الله، لمبة ستاند باي شغالة. دارت الإضاءة الخلفية الآن، إذا التلفاز لقد اشتغل الآن. نشوف موجود صورة، إذا فعلا موجود صورة، التلفاز شغال الآن. إذا كما تلاحظون الآن التلفاز شغال بشكل ممتاز، وللأمانة سوف أتفقد يعني الكوفات الشاشة، ربما يكون تسرب هناك ماء أو شيء لأقوم بتنظيفه لكي لا يتسبب يعني في مشكل مستقبلا في الشاشة أو في الكوفات. إذا أصدقائي هذا هو الآن نأتي لنهاية الفيديو، أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.